مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. نتواجد محكمة استئناف بالضل البيضاء في الموضوع اللي عدد كبير من المغاربة كيتبعوه، موضوع دكتور تازي. مشاهدينا الكرام، اليوم الجلسة ديال دكتور تازي معايا أستاذ مسكيني، حاليا وشهادة الجميع يعتبر العمود الفقري للملف انطلاقا من المرافعات ديالو، سواء الآن في الدفعات الشكلية وكذلك ملي كان كيتقدم بالصراح للتازي ومن معاه. مشاهدينا الكرام، احترام الرأي العام، غادي نشوف مع أستاذ مسكيني اللي هو محامي بهيئة الضل البيضاء في الموضوع وبطريقة مبسطة اللي نستافدوا فيها من الصغير حتى الكبير. تبعوا معايا أستاذي، إذا كان ممكن عدد كبير من المغاربة كيسمعوا موضوع التازي، بغينا بطريقة مبسطة من الأول شنو هو المشكل ديال دكتور تازي تتعتقل من الأول؟ وهو أنا نقولها لكم، وأنا من كنت من الأشخاص الذين واكبوا هذا الملف منذ بدايته. أخبر باستدعاء من طرف الفرقة الوطنية على أمل على أساس الالتحاق بالفرقة الوطنية من أجل الاستماع إليه بخصوص وقائع ما. ذهب وقيل له هو يعني استمع إليه يعني في محضرين على ما أعتقد بخصوص وقائع تهم سير العمل في المصحة، وبعد ذلك استمع إلى مجموعة من الأشخاص الذين يشتغلون معه، واستمع كذلك إلى زوجته، وكانت الأمور تسير بشكل عادي وطبيعي إلى تاريخ أعتقد 30/3/2022، لنفاجأ ويفاجأ الجميع بأنه اتخذ قرار ديال الوضع تحت الحراسة النظرية لزوجته ولأخيه، وبقي هو حرا طريقا. بعد ذلك قدم وسيدة أخرى من ضمن الأشخاص الذين لهم علاقة بهذا الملف. قدم هؤلاء الأشخاص الثلاثة، وكانت المسطرة أمام السيد الوكيل العام، وفوجئنا أنه أمام السيد الوكيل العام يتم استدعاء دكتور تازي بالهاتف ويتم إحضاره بدون محضر، بدون أن يستمع إليه كمتهم، بدون أن تعطى حقوقه كما التي ينص عليه القانون، ويقدم أمام الوكيل العام ويؤمر بإيداعه في السجن ويحال على قضية التحقيق مع ملتمز الإيداع. يعني لو سمحتي لي استاذي، بين قوسين في احدى التصريحات ديالك في المحكمه كنت قلتي انا الان محامي وفي نفس الوقت شاهد، لانني كنت انا وياه امام باب المحكمه ملي جاء تليفون ودخل. حنا عقلنا على هذا الكلام. صحيح، لانه وانا كنت اؤازر زوجته واخاه، وكان يتابع مع الملف من احد المقاهي المتواجده بين جانب المحكمه، وكنا في انتظار يعني الاجراءات، وكنت اجالس حتى يعني رن الهاتف، فطلبت منه احد الجهات بالالتحاق بالضابط القضائي، التحق لكي يعطي تفسيرا بخصوص واقعه ما ليجد نفسه بين الاستاذ الوكيل العام. لم يكن من ضمن الاشخاص المقدمين، ومحاضر الفرقه الوطنيه تؤكد ان الاشخاص الذين قدموا بنا على محاضر الفرقه الوطنيه هم ثلاث اشخاص، هذا ما صرحنا به اليوم. هذا هو الملف لتبدا محنه ال تازي ومحنه الدكتور تازي وزوجته واخيه والاشخاص الذين يشتغلوا معه. انا استاذي من الطبيعي جدا كمحامي غير تسول على شكون شاكي به. احنا قلنا نبسطوا مع الراي العام باش الناس تفهم شكون شاكي بالتازي ومن معه. انتم كما تتابعون وتابعتم معنا هذا الملف من اول جلساته، سيتضح لكم ان امر الغريب عدم وجود ولا مشتكي واحد. المعذره، عدم وجود ولا ضحيه واحد. اليوم كان الملف يؤخر لاستدعاء واحد من الضحايا او واحد من الاشخاص الذين قال قضية التحقيق انه طرف مدني. لجلسه اليوم لم يحضر، المحكمه استغنت عن حضوره وبدات في المناقشه. لذلك اليوم نحن امام ملف لا نعرف من هو خصمنا فيه. الضحايا غير متواجدين. ولكن استاذي الفاضل، دابا هاد الاعتقالات وهادشي علاش تبنات؟ الاعتقالات تمت بناء على قرارات اتخذتها النيابه العامه وسير قضيه التحقيق بناء على محاضر الاستماع التي تمت في الملف. اما الاشخاص الذين يقولون انهم تشكوا اليوم ما اعتقد انه ولكن ديك الماده استاذ، اعتقد ديك الماده 108 ديال التنصت على الهواتف كان هذا الاطار. شوف اليوم هناك نقاش كبير بخصوص الماده 108، وهذا النقاش اليوم يعني مطروح امام القضاء لانه يهم المغاربه كلهم. اليوم الهاتف اصبح حرمه الهاتف هي من حرمه البيت، يعني الى حد زمني قريب كنا نتحدث عن حرمه المسكن. اليوم ما بداخل الهاتف اقدس مما قد يكون بداخل البيت. لذلك اليوم حريه المراسلات وحريه الاتصالات وحريه يعني اصبحت في مهب الريح. انا لا اقول انه يمنع من على الكليه التنصت،
ولكن يجب ان يكون التنصت في اطار القانون. لا يمكن ان تاتي وتقول بان هناك عصابه اجراميه والامر لا يتعلق بعصابه اجراميه غير اللي باش تبرر وقع التنصت. اليوم احنا امام ملف، لسنا امام عصابه اجراميه بفول الماده 293، والتجار بالبشر لا يدخل كجريمه من الجرائم المسموح فيها التنصت. مفهوم الصحه العامه اليوم مفهوم فضفاض، لا يسمح بالقول بانه الوقائع المنسوبه الى الاشخاص تدخل في مفهوم الصحه العامه الذي اتت الماده 108. لذلك اليوم على الصاهرين على ورش العداله ان ينبهوا الى هذا الامر وان ينتبهوا. هذه 108 استاذ، هذه الماده 108 النيابه العامه والسيد الوكيل العام تيطلب فيها اذن رئيس المحكمه، وهي فيها شروط حوالي اربع او خمسه اسباب من بينهم تكون عصابه اجراميه. هاد النقط بالضبط واش قولهم لي وقول لي واش كيتعلقوا بملف التاسي. شوف السيد الرئيس الاول عندما يصدر امره يصدر بناء امره بناء على المعطيات التي يقدمه له السيد الوكيل العام. والسيد الوكيل العام عندما يتقدم بهذه بملتمسه للسيد الرئيس الاول يبني مقرره وطرح على المعطيات التي تقدمه له ضابط القضايا. اذا وقع التغليط في البدايه يقع في الغلط من ياتي بعد ذلك. اذا وقع التغليط من طرف الضابط القضائيه للوكيل العام واعطته معلومات غير صحيحه واسلمها للسيد الرئيس الاول، السيد الرئيس الاول بطبيعه الحال عندما تصله المعلومه ويشار الى ان الامر يتعلق باحد المقتضيات او احد الجرائم او الافعال المنصوص عليها في الماده 108 طبيعي يعطي تنصت، ولكن غير المسؤول عن ذلك، المسؤول عن ذلك هو من اعطاه المعلومه، من قال ان الامر يتعلق بعصابه اجراميه، والحال ان الامر يتعلق بعصابه اجراميه، من قال له بان الامر يتعلق بجريمه من الجرائم الوارده في 108، والحال ان الامر يتعلق شنو وقيل ولينا تلقاو انه تيتم التنصت وتيجيو المحاضر وتيجيو كذا وتيتفرغوا ومن بعد ذلك كنجيو كناقشوا بانه كنقولوا بانه هذا الشيء راه جا خارج اطار الماده 108، والحال انه الناس كونات قناعتها بينا على هذا على هذا يعني العمليه التنصت اللي تمت خارج اطار القانون. اعتقد انه بدا الشرعيه الاجرائيه اليوم حنا في واحد المنعطف مهم في تاريخ بلادنا وفي العمل ديالنا، وانه اليوم مبدا الشرعي الاجرائي يجب ان يعطاه حقه. يعطى اليوم الاجراءات، هناك من الاجراءات ما ارتفع الى القاعده الدستوريه، لم يبقى مجرد قاعده قانونيه منصوص عليها في القانون الاسترالي، وانما اصبح قواعد دستوريه. اليوم حريه المراسلات، حريه التنصت منظمه بمقتضى الدستور، اليوم حقوق المتهم و يعني منظمه بمقتضى الدستور الذي توضعه الشعب المغربي قاطبه في استفتاء طلبوا منه عاهل البلاد، وحدد هذا الشعب بدون ان يوكل الامر الى شيء اخر، لانه يعني اليوم الفرق بين القاعده القانونيه الصادره على مجلس النواب هو تصدر عن اشخاص اوكل لهم الشعب القيام بهذه العمليه، اما القاعده الدستوريه هي قاعده الشعب هو نفسه من قررها بناء على الاستفتاء. وهناك مجموعه من يعني فيه تكون عصابه اجراميه في الجرائم المتعلقه بالجرائم الماسه بامن الدوله الداخلي والخارجي، في الجرائم الماسه بالصحه، في الجرائم الارهابيه، في الجريمه الارهابيه، هما هذو تقريبا شيء او خمسه او ست جرائم، النص ليس بيدي، ولكن هذه بصفه عامه هي الافعال اللي اعطى المشرع الحق السيد الرئيس الاول بان ياذن بالتنصت، واعطى الوكيل العام استثناء في حالات معينه الاذن بان يتم التنصت اذا كان الامر فيه استعجال، ويرجع بعد ذلك السيد الرئيس الاول لتزكيه طلبه. عندي معك سؤالين، السؤال الاول استاذي الفاضل، وصراحة هذا الأستاذ محامي أنا كنقول على أنه هو دائما بشوش، والبشاشة على محياه دائما انطلاقا من 12 ومن حوالي 10 جات النوبة ديالو ل 11 وهو كيرافق حيطار دوفوتشفية الآن، يعني مستوى من جهابرة القانون الله يوفقه. أستاذي الفاضل إذا كان ممكن السؤال الأول اللي عندي من بعد ما طلعتي على هذا الملف لكن منهجية في إطار القانون للدفاع الموكلين ديالك، شنو شفتي استاذ في هذا الملف؟ هذا المحاضر في هادشي شكون تاهمو؟ اين هي مكامن الخلل او الجرم اذا صح التعبير الاخر؟ مبدئيا انتم كتشوفوا كاين الجرم. شوف انا قلتها دائما، العمل الذي تم في هذا الملف تم خارج الضوابط القانونيه ولم تحترم فيه قواعد المسطره الجنائيه. وانا اقول قبل ان نتكلم على الجريمه نتكلم على الاجراءات يعني التي تتخذ لاثبات الجريمه او الاجراءات التي نص عليها القانون والتي فيها حمايه للمتهم على انه شخص ادمي، شخص يتمتع بحقوق نص عليها القانون، قبل ان نتحدث عن تطبيق القانون ديال الموضوع. اليوم هذا الملف مليء بالاخلالات الشكليه، واحد اثنين،
اليوم هذا الملف الذي تتابعون معنا ملف الغريب فيه أنه تم إثارة ضجة كبيرة على أساس أن الدكتور حسن التازي كان يستغل أشخاص ما ونصب على أشخاص ما وزور على أشخاص ما. واقع الحال يؤكد أنه ولا شخص واحد أتى وقال هذا الكلام. أكثر من ذلك حتى الأشخاص الذين سمعين لم يتقدموا تلقائيا للضابط القضائي، وإن الضابط القضائي التي استدعتهم هي التي استدعتهم وأتوا إلى، والاستدعاء كان يتم أمر بمقتضى أوامر بالإحضار وبمقتضى وبناء، ويعني الشرطة هي التي كانت تستدعي الأطراف. هذا ملف ابتدأ غير عاديا غير عادي، وسارت فيه مصدر بشكل غير عادي. أتمنى أن يكون الحكم الذي يصدر حكم عادي. أنا غادي نقرب معك وصف إطار دفوع التشكيلية في ذاك الخير تبارك الله اللي كنتي اليوم راك كنتي مستوى عالي. أول حاجة قلتي أنه محضر ما كانش في الملف، وقلتي لي هي براسها قلتي لا ما عندكش هذا المحضر، وهنا مكتوب بأنه كاين محضر ثاني كتشوف أنت الثاني والأصل هو الأول ما كاينش، وهذاك محضر مهم ما كاينش في الملف. قلتي السؤال فين هو هذا المحضر وأنت مأكد أنه ما كاينش في الملف؟ شنو هذا المحضر؟ شنو علاقته بالملف بالضبط؟ شنو دور هذا المحضر؟ الأسئلة كلها على هذا المحضر. جاوب ناس. شوف أنا بعدما تخبرت مع السيد التي أواصلها، بعدما اطلعت على وثائق الملف وجدت أنه في الملف الذي يخص السيدة منيا بن شقرون زوجة الدكتور التازي أن أشير إلى أن في المحاضر التي أحدثها المحكمة هناك محضر مؤرخ تاريخ 1/4/2022 على الساعة 10:15 معنون بمحضر تاني، وفي نفس اليوم هناك محضر في نفس اليوم تم الاستماع إليه على الساعة 5:13. عندما نبحث في الملف على المحضر الأول الذي سبق الساعة 10:15 لا نجد. عندما نجد في أن المحضر الموجز على الساعة 10:15 ومعنون بمحضر تاني، والسيدة تقول أنه لما حضرت أمام الضابط حضرت وهي في سيارة الإسعاف، وكانت الإبر لا زالت بيدها، وكانت تتلقى الدواء وأدلت بشهادة طبية، ولم نجد هذا المحضر الذي من المفروض أن يكون المحضر الأول، لأنه لما نجد محضرا معنون بمحضر ثاني يعني بالضرورة أن هناك محضر أول. نعم أستاذ، وهنا أستاذي في حالة إلا خذينا هذا السيناريو بهذه الطريقة، عندهم الحق أنهم يتصنتوا ليه في الوضع الصحي بهذه الطريقة؟ أعتقد أن هذا هو ما أدى إلى اختفاء هذا المحضر. هذه قراءتي للأمر. أعتقد أنه أعطيتي نقاط قوية أخرى في إطار الدفوعات الشكلية انطلاقا من الاعتقال اللي في نقاش في القانون ونقاط مهمة جدا. نور بها الرأي العام أستاذ. شوف أنا اللي غنقدر نقول لك في الملف هناك نقطة لن يختلف عليها اثنان، وأن أوامر الإيداع وأوامر الاعتقال وأوامر التمديد هي أوامر قضائية، وهذه الأوامر القضائية يجب أن أن تأتي في الشكل الذي حدده القانون. وأعتقد أن القانون وضح في المادة 143 و221 و365 شكليات هذه الأوامر، شكلية هذه الأوامر. المادة 143 تقول بأنه من بين الأمور الأساسية التي تكون يجب أن تكون في هذه القرارات الصادرة على أساس التحقيق أو تحديد هوية الأطراف. واحد. اثنين، في المادة 221 تتحدث عن هوية الأطراف وأسمائهم العائلية وأن تحدد الوقائع والفصول القانونية الواجبة الاتباع. ثلاثة، المادة 365 يجب أن تصدر هذه الأوامر كلها باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. لما نرجع لهذه القرارات التي اتخذت، لا قرار الاعتقال ولا قرار الإيداع ولا قرار التمديد، نجد بأنها لم تحترم كل هذه المقتضيات. يكفينا أنها لم تأتي باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. والمادة 370 تقول بأنه كل أمر أو حكم أو قرار أتى خاليا من العبارة باسم جلالة الملك يعتبر حكما باطلا وأمرا باطلا وقرارا باطلا. هؤلاء أشخاص استمر اعتقالهم في فترة التحقيق من على أوامر باطلة قانونا، لا يستحقون من أن الشجاعة التي تقول أن بطلان الإجراء يستتبع أن نرتب الأطار لرفع حالة الاعتقال. اليوم التمسنا من المحكمة أن تقول برفع حالة الاعتقال على اعتبار أنه معتقلين على أوامر باطلة، والأمر الباطل لا يمكن أن ينتج أثر، بمعنى الإفراج الفوري. هذا ما تقدمنا به القضاء وننتظر الشواهد. آخر سؤال عندي، ماك الجانب الإنساني بحكم أنك أنت قبل أن تكون محاميا فأنت إنسان، لك صلة التواصل مع الدكتور تازي حوالي مرة أو مرتين في الأسبوع كتكون عندهم في السجن، الوضع الصحي ليس على ما يرام، شهادة الجميع ضعيف البنية،
يعني الوضع لا هو لا الزوجه ديالو وكذلك الاخ ديالو اللي هو شيء اما متقدم في السن. ما يهمني تنوير الراي العام حول الحقائق التي تعلمها انت جيدا حول الوضع الصحي ديال تزي ومن معه. شوف الطبيب عندما يمرض يعني يصبح كالمجنون ويداوي الاشخاص، ولكن عندما يمرض يصبح وضعه وضع المجنون. وضع الدكتور حسن التازي هو زوجته واخاه وضع ماساوي داخل السجن. اشخاص يحسون بالالم، يحسون بانهم مظلومين، يحسون بانهم يقضون عقوبه على افعال لم يرتكبوها، يحسون بانهم لا يستحقون كل هذا لواحد اثنين. ولكن اقول لكم شيء اخر، هو انهم كلهم امل وكلهم ثقه. وبصدق اقولها، لهم ثقة كبيرة في القضاء، ولذلك كانوا ضد أن نتوجه بشكاية ضد أي كان، أو أن نخاصم أي كان، أو أن نواجه كل من أساء له في الملف. وهم اليوم مقتنعين بأن القضاء في هذا البلد السعيد بقيادة صاحب جلالة أصبح سلطة مستقلة، وبأنهم سينصفهم، وخصوصا أقصد بالذكر الهيئة التي يحاكمون أمامها، لها سيطرة على المستوى الوطني ومعروفة بمصداقيتها. وأنا قلت لهم في عدة مرات، ثقوا في القضاء فسيوصفكم، وهم يشتغلون بناء على الثقة. لذلك الأمل الوحيد الذي يخرجهم من مأساتهم وحزنهم هو هذه الثقة التي يوضعوا اليوم في القضاء. أتمنى أن يكون الفرج قريبا، وأن ينتجلي هذه الظلمة، وأن يصبح الصباح، وأن نلتقي ونحن في وضع آخر. شكرا لك أستاذي الفاضل. مشاهدينا الكرام، هذا هو الحوار والقصة الكاملة مع الأستاذ مسكيني، لصراحة له دور كبير وجوهري في الموضوع ديال دكتور التازي. مشاهدينا الكرام، أستاذ مسكيني كيتناول الملف بشقين، شق إنساني وقانوني. إنساني أنه على مواكبة وتتبع مع دكتور التازي ومن معاه، ويعاني كذلك في هذا الأمر لأنه كيناقش معاه فيما هو نفسي وكيهيئ قبل من الجلسة نظرا للصعوبة ديال الموضوع. كما كنقولوا بالدارجة، عليك تبدا كلمة كان على أي مسلم. مشاهدينا الكرام، أستاذ مسكيني من جابدة القانون صراحة بشهادة الجميع ومتخصصين في المجال، متتبع الملف، يناقش الملف بقوة سواء في إطار القانوني، هو اليوم كان في إطار الدفعات الشكلية، وعما قريب غادي يدخلوا للجوهر وهو متتبع الملف. مشاهدينا الكرام، نحن على تتبع قضية الدكتور التازي، وسوف نوافقكم دائما بالجديد حول حيثيات القضية. أستاذي الفاضل يبتسم. شكرا لك مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.